امرأة عجوز تبلغ من العمر 70 عاما كانت عند بئر تسحب المياه في قرية ريبال في ولاية أوديشا الهندية. فجأة سمعت صوت وقع أقدام ثقيلة تدب مسرعة تشق صفوف الأشجار، ليظهر أمامها فيلا ضخما غاضبا قام بقتلها دهسا لتموت بالمستشفى جراء إصابتها البليغة. تشير السلطات أن الفيل لربما ضل طريقه عن محمية ديلما التي تقع على بعد 200 كيلومتر تقريبا. المصيبة ليست هنا يا سادة. أفراد أسرة العجوز قرروا إجراء الطقوس الأخيرة في جنازتها بإحراق الجدة، ليسمعوا وقع أقدام ثقيلة تدب مسرعة مرة أخرى، ليظهر نفس الفيل الغاضب ليرفع جثة العجوز من محرقة الجثث ويرطمها على الأرض ويبدأ بدهسها مرة تلو مرة، ليقف المشيعون في حالة صدمة مما رأوه إلى حين رحيل الفيل بعد أن أفرغ جام غضبه. ولا أحد يعلم إلى اليوم ماذا فعلت هذه المرأة ليحقد عليها الفيل لهذه الدرجة. ولكن للعلم يا سادة، ربما الفيل على حق، والسبب أن النشاط الصناعي المكثف في الولاية الغنية بالمعادن أدت إلى حملات دموية للقضاء على مواطن الفيلة، إذ نفق ما لا يقل عن 4000 فيل منذ 20 عاما حتى اليوم. وما زالت الصراعات بين البشر والفيلة في هذه الولاية مستمرة بضراوة.